الله يرحمه وائل نور. ليه ايه؟ ليه مشيت بدري؟ طبيل واحد صح؟ وائل يعني كان اخويا الصغير، اصغر مني شوية ولكن نعتبر جيل واحد برضو، طلعنا مع بعض ويعني خطفوا الموت فعلا، بجد خطفوا الموت. وهو كان شعلة وطاقة كبيرة جدا واجتهاد. فراقه أثر على حضرتك قوي جدا جدا. ممكن أقول حاجة عن وائل؟ اتفضل. مرة زمان كنا بنعمل مسرح، بننشئ مسرح، أحد المسارح يعني في الخاصة في شارع القصر العيني، وكان لسه جديد وصاحبه أو كان ليا مهمة إن أنا أجدده يعني. فجي وائل وكنت أعرفه معرفة بسيطة كده، قال لي مش عايز أي حاجة؟ قلت له لا، ده احنا لسه هنعمل شغل تجديد وتشطيبات وهنهد ونبني وكلام من ده، وبعدين هنعمل عمل فني مسرحية، فلما نيجي نعمل كده ان شاء الله نبقى مع بعض يعني. فقال لي لا، انا عايز ابقى برضو موجود وانت بتعمل كده، اطلب مني اي حاجة. قلت له يا وائل يا حبيبي، ده احنا بنجيب طوب واسمنت وبنعمل ايه قال لي اه. فقلت له بجد؟ قال لي اه. هعمله معاك. وائل كان من هواة ركوب الموتوسيكلات من هو صغير، فقال لي انا معايا موتوسيكل وممكن اعمل لك اللي انت عايزه يعني، اشهر لك وبتاع. ففعلا اشتغل معايا فتره طويله في هذه الاعمال في المسرح ده. عملنا الرواية، بس هو ما كانش فيها يعني، المخرج ما جابوش في الرواية، ولكن هو عمل الرواية دي بعد كده هو ونيلي، رواية مسرحية اسمها المدرسون ودروسهم الخصوصية، عملها بعد كده. الله يرحمه. الله يرحمه. سؤالي بقى لحضرتك، بليه؟ ليه قبلت تجربة المداح 2؟ توقعت النجاح الرهيب ولا ليه قبلت التجربة أصلاً؟ لا، هو النوعية دي من الشخصيات ما كنتش عملتها، ما قربتش منها يعني. حبيت أجرب. فحبيت أجرب شخصية الشيخ عبد الرحمن ده. والعمل كان سمعته حلوة. ونجح جدا. هو نجح جدا جدا بعد ذلك يعني، أكتر. إنما حتى من الجزء الأول كان ناجح وكان سمعته حلوة. المخرج جميل، أحمد سمير فرج، بطل العمل يعني حبيبي حمادة هلال. فالشخصية جديدة بالنسبة لي وشداني ومشوه وكذا، استفزتك ان انت تعملها. انا عايز اجرب بالظبط الشخصية دي. بالظبط. الصورة اللي بعدها.